اهلا بحضراتكم من جديد. دينا نبتدي معاكي بقى ليديز فيرست. الموضوع ابتدى ازاي؟ القصه جت يعني ازاي؟ احكي لنا البدايه. والله يا كابتن هيثم، هي بدايه عاديه جدا زي اي اتنين، يعني بلعب باسكت، اكيد بلعب باسكت، مفيش يعني، كنا اصحاب في الاول وكده، وبعدين واحده واحده خدنا يعني ستابس مع بعض وكده، وبعد كده خلاص بقى يعني قررنا بقى ان احنا نبدا فيستا. طب وانتوا صغيرين يعني يا دينا برضو الموضوع ما جاش اكيد فجاه يعني. لا، ما هو في الاول اكيد احنا اصلا بدايتنا اصلا مع بعض كنا اصحاب من الاول، من زمان جدا، حتى من قبل ما كان يعني يتقدم نحس ان احنا اصلا في حاجه وكده، وبعديها شويه شويه الموضوع بقى تطور يعني. بس كان خبر جميل وخبر مفاجأة لينا كلنا، مش مفاجأة طبعا اللي جوه النادي الأهلي عارفينه، ولكن كل يعني معظم الناس يعني دي حقيقة كانت عارفة، بس خلاص يعني جاي بقى وقت، خلاص بقى يلا بقى نتكل على الله. ألف مبروك يا دينا. الله يبارك في حضرتك. مودي قول لي بقى، أنت من وجهة نظرك الموضوع ابتدى إزاي؟ الدنيا مشت إزاي؟ أنت الليدر. ما فيش والله يا كابتن أحسن، الموضوع من حوالي مثلا سنتين ثلاثة كده. أنا كنت أعرف دينا بس مش من زمان قوي، عرفتها مثلا من 4 5 سنين. هي انت عارف هي دينا طول عمرها محترمه في النادي وجد جدا بالظبط كده، وهي على طول مركزها في الباسكت. الاول كنتش اعرفها، ما عرفتها يعني قعدنا فتره كده كنا اصحاب عادي. طبعا بحكم اللي انتوا بتتمرنوا بالظبط يعني صاله واحده تقريبا، نفس النادي واحد وكده، فبالنسبه لي الموضوع جه واحده واحده، عرفنا بعض اكتر. بعد كده قررنا يعني من فتره كده يعني زي ما قلت لك الموضوع تطور لحد ما انا حسيت جوايا انا عايز اخد ستيب في الحته دي. يعني الحته دي امتى بقى؟ امتى الكلام ده؟ يعني احنا ناخد الستيب دي بقى لها مثلا 3 4 شهور كده، احنا واخدين قرار بس لسه بنشوف الميعاد عشان الدوري والماتشات. دوري ايه يا كابتن؟ دوري ايه ده؟ مستقبل. دوري ايه يا ابو الكباتن؟ في وقت يبقى الدنيا فيه تبقى هاديه هاديه عشان تبقى الامور ماشيه كويس. لا بهزر طبعا. هو طبعا بس جميله بتبقوا في مجال واحد وبتظبطوا مواعيدكم مع بعض يعني، والماتشات تبقى الدنيا جميله بالظبط. فاخدنا بقى القرار كده وقلت يعني دي بالنسبه لي انا مريحه بصراحه جدا في الوقت ده. خليني اعرف معاك بقى التفاصيل اللي بيحصل ايه والصفقات الجديده، بتقعدوا تتكلموا مع بعض. بس خلينا نطلع فاصل وارجع لك تاني يا مودي. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل سريع ونرجع نعرف من مودي بقى لما بيبقى في صفقات جديده سواء في السيدات في الرجال بيقعدوا يتكلموا ايه، ولكن بعد الفاصل.